وصفوا حملوك فوق رؤوسهم وتخيروك لمجدهم عنوانا. إن كان هذا المعنى قيل لمخصوص أو إن حصر هذا المعنى في الخصوص فليشمل الآن العموم. السؤال الذي أود أن أتوجه به للأستاذ، إذا اتضح لنا أن هؤلاء القوم الذين أتوا من مصر لبث الفكر الإسلامي ما هم إلا أناس يزيفون الحق، وما هم إلا أناس ينطقون بما لا بشيء لا يضمرونه في صدورهم أو ما تكنه خطوره، هل هذا المعنى قائم على العلماء هنا؟ وهل هذا المعنى أيضا ليس بواضح لرجال الحكومة والرجال الذين متبنين شأن هذا البلاد، أم أن زي ما بقول المثل أين الحال الطرشة؟ شكرا. أنا أفكر أنه الناس اللي فتحوا المجال ده للنفوذ المصري بالصورة اللي المسؤولين يعني فتحوا البلاد للنفوذ المصري، وأنا بسجل المثل ده على أن نحن جمهوريين من المؤكد أنه بنعتقد أنه بيجي وقت بيحاسب الناس عليه في أي تصرف سيء ضد البلد ده. الناس المهملين الناحية في الوقوف ضد النفوذ المصري ناس منتفعين للمصريين عليهم يد قديمة ما بيستطيعوا أن يعرضوها. في ناس عندنا ولسوء الحظ برضه واحد يقول إن إحنا عندنا عقدة الأجنبي، إذا كان جاب أجنبي خصوصا إذا كان أبيض بنفتكر إنه عالم، بيكون عندنا استعداد لأن نكون له تلاميذ. جانا مثلا بلدنا ده عن نزار قباني، نزار قباني الشاعر، أنا أفتكر عندنا شاعر هنا يمكن ما يقدر أن يدافع عنه في نظر الشاعر في الأدب في داخل الأرضية في ممارسة يدافع عنه، لكن في الدين قبل الواحد هو شاعر الدين بتكوينه بطبيعة تفكيره. لذلك قال في شعره قال إن الله مع الصابرين، دي إحنا ما عايزينها، هو بيفتكر أن هذه يعني فضلة الفلسفة. معناها شنو؟ أن المسلمين بقوا ابتكاريين خالص، لازم يسيبوا إلا الله مع الصابرين ليحقدوا ما يصبروا. يفتكر دي التربية بتسترد للشعب العربي مجده. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، دي قلناها كثيرة. نحن أحسن وغير ما راجعون لفلسطين بأسلحنا البندقية. وأنا أقول لكم أنا ده إما أن يكون هو مزيد في تفكيره في أخلاقه في قيمه، أو أن يكون عايز له شهرة جديدة في تمليط عواطف الشعب العربي في الوقت الحاضر اللي يرتفع طلبه. يا بلدنا هنا وجرينا وراه وحللنا له وفضلنا له. جانا مفكر في مستوى معين مالك بن نبي، الجمهوريين حاولوا يستقبلوه ويعرفوا قيمه، لكن هنا قامت البلد كلها وقعدت المفكر المفكر وكتب عنه الصحف. تفكيره شنو؟ ما تحل كثير من الزركشة والفيل. احنا عندنا طيبة الشيخ العبيد، انا افتكر بمثل الشعب السوداني في اخلاقه. الشيخ العبيد قال البلوليك انا بلي انت، والبلوليك شيخ البلوليك راس. احنا افتكر ان احنا مطبقين هذا الصوفي رفيع، لكن احنا مطبقين حتى في هذا التطور. احنا افتكرنا انهم دول مشايخ ابن ندوه الحيران. العلم من هنا شاعرين دكتورنا الحقيقي امام المصريين قايلين انهم عندهم شيء، اي حاجه يقولون المصريين يفتكرون شيء. المصريين بشيء كثير جدا من تحدي شعوراً لو مش في حريه للاذكار يمسكوا الميكروفون ده يخرج الحريه بدوره. باعتبار انه الناس بيسمعوا له ويشتكوا انهم تلاميذه وما في حاجه يراهم. هلا الشعب السوداني في الاخر بيجي يسال لكرامته.
الشعب السوداني راح يعلم الناس قد يستغلوا طيبته. اما استغلال طيبته ما معمول العواصم. اذا كانت الحكايه في الاجابه على السؤال ده هل الناس دي عارفين المساله دي ولا ما عارفينها؟ هم بين عارف وما عارف، العارف منتفع في المساله دي وعنده يد عليه طويله وما يستطيع يرفع عينه ليها. الما عارفين هم الاكثر. يجيك لجانب العلماء ما عارفين. علمان الواحد لما نجي من الازهر يسمى الازهر. يبقى كيف يرفع حاجه على عالم جاي من الازهر؟ هو تلميذ الازهر.